سلام البنات، مرحبا بكم. جيت نوريكم واحد الطريقه ديال واحد الكيك اللي كتجي ساهله ودغيا كتحضر، اللي متداوله عندي انايا في الاعياد وبالاخص في هذا العيد الفطر ان شاء الله. تابعوا معايا وتشوفوا المقادير وطريقه التحضير. كنحتاجوا اول حاجه ثلاثه البيضات، كنحتاجوا كاس سنيده، كاس ليمون معصور، الا ما كانش ديروا حليب ولا ياغورت ولا غير كاس تاع الماء، كاس تاع الزيت، جوج كيسان تاع الدقيق، شويه الملحه، معلقه الخل، فانيا وجوج خمارات وواحد الفاني تاع الشوكولاط. ودابا غادي نوريكم طريقه التحضير ديال هذا الكيك، بقاو معايا. هانتوما البنات، دابا ملي درت ثلاثه البيضات هنايا في الاناء اللي غادي نطرف فيه، ودابا ما عندوش هاد الطراب يدير مونينيكس دابا ندير كاس تاع الزيت. درت ثلاثه البيضات هنايا، غادي ندير فيهم كاس تاع السنيده وغادي نطرب. دابا غادي ندير رشيشه تاع الملح، غير شويه الملح، غير رشيشه بحال هكا، وشويه الخل، معلقه صغيره ديال الخل، غير معلقه صغيره. الخل كيساعد الكيك باش تنفخ. دابا ديك الفانيا لي فاني اختيارية هي النكهة، ونصرف. دابا غادي ندير كاس الأول تاع الدقيق. دابا الدقيق على حسب النوعيه ديالو، كاين الدقيق اللي كيشرب. المهم حنا غادي نشوفو وغادي ندير جوج خمارات. البنات قسمت الخليط على جوج، نص درت خليته هكاك ونص درت فيه كاكاو اللي وريتكم. البنات ها هو جبت المول اللي غادي نحضر فيه الكيك، اللي دهنته بالزبده ورشيت عليه الدقيق. ودابا غادي نشوفوا الطريقه. اول حاجه غادي نديرو هي غادي ها الخليط ديالنا اللي خلينا لونه ابيض، وها الخليط اللي درنا فيه الكاكاو. هانتوما البنات الكيكه من بعد ما كتوجد الكيكه تجي هشيشه ورطبه. غادي ندهنها دابا بالعسل ولا اللي بغى يدهن بها شي مكان. هانتوما البنات من بعد ما دهنتو الكونفيتير غادي ندير الكوك. عرفتي الكوك مع الكونفيتير مع الشوكولا عرفتي كيجي واعر في المذاق، غير جربوها ردو عليا. هانتوما البنات ها هي الكيكة دابا من بعد ما وجدات، وكتجي كبيرة وزوينة في المذاق. كنتمنى تجربوها وتجاوبوني في التعليق.
واي ملاحظه جاوبوني البنات، منكم تعلموا منا تعلموا، وكنتمنى لكم الخير ومبروك عواشكم، ونتمنى ديروا ليا جيم، وشكرا على المشاهده. السلام عليكم.